رجعنا لكم مشاهدينا من جديد. طبعا في ظل ارتفاع درجات الحراره والشمس الحارقه اللي احنا بنشهدها كل يوم، بنبقى حريصين جدا على اننا نطمن على الحاله الجويه والمناخيه. خلينا نطمن على الحاله الجويه النهارده من طبعا دكتور محمد فهيم، المدير التنفيذي لمركز تغير المناخ. صباح الخير يا دكتور محمد. صباح الخير حضرتك. صباح الخير، اهلا بحضرتك. خلينا في البدايه دكتور نطمن من حضرتك على الحاله المناخيه النهارده بشكل عام في مصر. صباح الخير على اخواتنا المزارعين وعلى كل المستمعين. بنستمر في نفس الفتره من ارتفاع الحراره على جميع انحاء الجمهوريه، تتراوح درجات الحراره ما بين نهايه الثلاثينات يعني من 36 ل 39 في شمال الدلتا حتى القاهره، وبيستمر ارتفاع الحراره في الموجه الحاره شديده الحراره في الجنوب بدءا من مصر الوسطى المنيا وبني سويف حتى مصر العليا لغايه اسوان. تستمر الحراره ما بين 41 ل 43 درجه مئويه. نعم. وده معناه ان دي الحراره العاليه دي لها تاثيرات سلبيه على الزراعات القائمه بالفعل. فبالنسبه لزراعات الخضر وهي اكثر الزراعات تاثرا او حساسيه لزياده الحراره، يفضل دائما تقريب الفتره ما بين الريات، ودي النصيحه اللي دايما بنقولها في فترات الحر، يفضل دايما ان يكون بعد انتهاء الموجه الحاره مباشره يفضل ان يكون في رش بالمغذيات والاحماض الامينيه حتى يساعد النبات على التاهيل بعد الموجه الحاره الموجوده، لان الموجه الحاره بتاثر على الفسيولوجي وعلى حاله النبات عموما ايا كانت زراعات خضر او طبيه عطريه. بالنسبه للفاكهه، فالفاكهه الموجوده حاليا دلوقتي هي الرمان والجوافه. الرمان هو اكثرهم حساسيه للحراره بسبب لسعات الشمس اللي ممكن تصيب الثمار، وبالذات الثمار الموجوده في الشجره ناحيه الشمس اللي هي الناحيه القبليه او الناحيه الشرقيه، ويفضل رش الثمار بمحلول مخفف من الجير المطفي النقي. نعم. لعمل فيلم بسيط على الثمار للوقايه من لسعات الشمس اللي بتسبب حاجه اسمها تنحيس، وبيعمل مشاكل بعد كده في تسويق الرمان ان الجلد بتاع الرمان بيكون لونه فاتح. نعم. بالنسبه لبقيه الزراعات زي ما قلنا ان تقريب الفتره ما بين الريات مهم جدا، ومساعده النبات على تجاوز الموجات الحاره. بنقول حاجه ثانيه ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه للفتره دي من السنه، وهي فتره الانقلاب المناخي ما بين فصل الصيف والخريف، زياده الرطوبه النسبيه وزياده الندى صباحا. كل ده بيستلزم ان يكون المزارع عنده امكانيه ان يعمل رشات وقائيه ضد البياض الزغبي على الفرعيات وعلى الخضر وعلى الريحان بالتحديد كطبيه عطريه، ويكون في رش ضد اللطعات ورش ضد الحشرات وخصوصا حشفيه الاجنحه زي دوس ورق القطن وزي ديدان الاوراق وغيره. دي الفتره اللي بيكون فيها الفرق ما بين حراره الليل والنهار بيبتدي يطول، فبتدي اثر تاثر ايجابي للحشرات وسلبي للاسف للزراعه. فدي التوصيات المهمه خلال هذه الفتره من السنة. دكتور محمد خليني اسال حضرتك عن جزئيه مهمه برضو تخص الفلاحين والمزارعين، توصيات حضرتك ليهم في فتره الصباح الباكر اللي بيكون فيها نسبه من الندى والشبوره علشان يقوا طبعا المحاصيل من نسبه الندى اللي موجوده في الجو. هو الندى او الشبوره او الرطوبه العاليه التاثير بتاعها المباشر هو التاثير على انتشار الامراض الفطريه بالتحديد. أوه. وبعض الامراض البكتيريه. نعم. هو زي ما قلت ان التوصيه المهمه جدا ان يكون في رش وقائي للبياض الزغبي والامراض الفطريه بمبيض فطري مناسب في خلال فترات يعني على الساعه 10 او الساعه 9 صباحا كده يبتدي يعمل رشه للمحصول بتاعه على حسب المحصول الموجود. فاكثر المحاصيل حساسيه لزياده الرطوبه هي القرعيات الخيار وغيره، والنباتات الطبيه العطريه زي الريحان وزي بعض النباتات الطبيه العطريه الاخرى. ده اكثر النباتات حساسيه لزياده الرطوبه خلال الفتره دي من السنه. نعم، انا بشكر حضرتك جزيلا دكتور محمد فهيم المدير التنفيذي لمركز تغيير المناخ على توضيح الحاله المناخيه النهارده وتقديم بعض النصائح الهامه جدا لكل الفلاحين والمزارعين اللي من الضروري جدا ان هم يلتزموا بيها للحفاظ على المحصول وعلى ضمان زياده الانتاجيه الوفيره من المحاصيل المختلفه. تعالوا دلوقتي مشاهدينا نبدا فقراتنا مع بعض وناخد جوله سريعه اخباريه ونقدم لحضراتكم اهم الاخبار التي تصدرت الصحف اليوم. نبدا مع اول خبر، الرئيس يوجه بسرعه التنفيذ وطرح الوحدات السكنيه بعد عيد الاضحى. تفاصيل الخبر، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعين امس مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده، وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بأن الاجتماع الأول تناول آخر التطورات الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة. كما أوضح وزير الإسكان أن الفترة القادمة ستشهد البدء في التسويق للحي السكني في العاصمة الجديدة، وأخذ في الاعتبار ما وصلت إليه معدلات التنفيذ
التنفيذ من مستوى متقدم، وذلك تمهيدا لطرح أولى الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية بعد عيد الأضحى المبارك. نروح مع حضراتكم لخبر تاني معانا، وهو ايضا خبر هام جدا خاص بتطوير البنية الاساسية للسكك الحديدية. قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل ان هناك حالة من التأني تجاه التعامل مع اسباب حادث القطارين بخط الاسكندرية، وننتظر نتائج التحقيقات، موضحا ان القضية ما بين القضايا التشغيل والبنية الاساسية للسكك الحديدية التي لم تطور بشكل شامل منذ حرب الاستنزاف. كما شدد وزير النقل خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أمس، والذي يأتي عقب اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن هدف الوزارة هو سلامة الركاب والأمان بالنسبة للمواطنين، مشيرا إلى أن الخطوات وعمليات التطوير بدأت في يناير 2015، حيث تم الاتفاق مع 3 شركات عالمية لتطوير كهرباء الإشارات. تعقيبا على هذا الخبر، معنا على الهاتف دكتور حسن المهدي أستاذ النقل والمرور بجامعة عين شمس. دكتور حسن، صباح الخير يا فندم، برحب بحضرتك. صباح الخير يا فندم على السادة المشاهد الكريم. اهلا بك يا فندم. بدايه يعني تعقيب حضرتك على هذا الخبر اللي يعني بيتضمن ضروره تطوير البنيه الاساسيه للسكك الحديديه يا فندم. تمام، هو انا تعليقي ان قبل ما اطور البنيه الاساسيه، وده شيء مطلوب وحيوي ومهم جدا ولا ينكره احد حتى غير المتخصصين، انما نبدا بتطوير الفكر اللي بتدار بيه هيئه السكه الحديديه. نعم. يعني أنا عندي في هيئة السكة الحديد 54,000 على رأس العمل، 54,000 مهندس وموظف وعامل، لابد من ثورة إدارية وإعادة تأهيل العاملين في السكة الحديد، حتى عندما تتوافر الموارد يتم التعامل معها بشكل كفء وأقدر أستخدمها الاستخدام الأمثل. فأنا بطالب الأول بالتدريب، ويبقى في عندي مهام وظيفية معروفة من أول التوب مانجمنت أو الإدارة العليا إلى الموظف البسيط في الهيئة. نعم. يبقى كل واحد عارف صفته وهو بيروح السكة الحديد يعمل إيه. الجزئية الخاصة بالتطوير، كانت وزارة النقل أعلنت إنها محتاجة 45 مليار لتطوير قطاعات النقل، ومن ضمنها السكة الحديد، وكان في تطور إلى تحويل نظم التحكم القديمة المتهالكة اللي بتشتغل بالعنصر البشري إلى الآن ومش موجودة في أي حتة في العالم. نعم. إلى نظام حديث إلكتروني يقل فيه أو ينعدم فيه الاعتماد على العنصر البشري، وبالتالي نقلل احتمالية حدوث الحوادث. وأنا أتفق مع ذلك تماما، والوزارة شغالة عندها 3 مشروعات لهذا الصدد، ولكن معدلات الإنجاز فيها ليست مرضية. ولما بنسأل ليه مش مرضية، بيقال إن الميزانيات المخصصة للتطوير ما بتبقاش على القدر اللي تسرع من وتيرة التطوير في هذا الشأن. فلو احنا بنجد روشتة سريعة للسكة الحديد، انا زي ما قلت لحضرتك ابدأ الاول في العنصر البشري، اطوره وانميه، واللي هيقدر يتطور ويقبل التطوير هيستمر معايا، واللي لا هو موظف، هو موظف في الدولة ومواطن مصري كريم، يمكن ان تستفيد منه الدولة وفي قطاعات اخرى، بس الدولة في الاخر تستفيد. الجزء الخاص بالنواحي الفنية احنا هنمشي على اكثر من خط في نفس الوقت. الخط الاول ان انا اقلل عدد الرحلات اليومية في الوقت مع هذا النظام المتهالك، ان انا بدل ما عندي 336 رحلة ركاب يوميا، الخطوط اللي عليها كثافة ركاب نهتم بتأمين الحركة عليها ونؤمنها جيدا، واللي عليها عدد قليل من الركاب نقل من عدد الرحلات اللي موجود عليها، ويواكب ذلك مباشرة أن يكون هناك تحويل في نظم الإدارة والتحكم من النظام المتهالك القديم اللي بيعتمد على العنصر البشري إلى نظم جديدة، مع إدخال أنظمة النقل الذكية في إدارة حركة القطارات، علشان أبقى عندي إدارة لكل قطاع من قطاعات الهيئة، أبقى عارف شبكة القطارات اللي موجودة عندي على الخطوط الحديدية كل قطر موجود فين، ولو حصل توقف نقدر ناخد الإجراءات المناسبة القطارات المتحركة على نفس الخط. الجزء الآخر جزء يخص الهيئة ويخص الدولة والمجتمع المدني، وهو حرم السكة الحديد والاستخلاصات. أنا عندي أكثر من 4,000 مبدئياً عشوائي على مستوى الشبكة، بعض وسائل الإعلام قالوا إنها 1,000، لا هم أكثر من 4,000، ولا يوجد خط رسمي جدا. هذه المبدئيات العشوائية هي فصيلة العشوائيات اللي مرت فيها مصر على مدار عقود من الزمن. الناس بتيجي تكسر طول السكة الحديد علشان تعدي على جانبي السكه، لان ما عندهمش حيله اخرى الى ذلك، او بدل ما يمشي مسافه طويله الى المبدئان الرسمي المعتمد، وبالتالي لابد من تضافر جهود المحليات والمحافظات ووزير التنميه المحليه. صحيح. والمحافظات كلهم فيما يخصه في غلق هذه المبدئات العشوائيه وبالتنسيق مع السكه الحديد وانشاء كباري.
دكتور حسن، دكتور حسن يعني خليني اسال حضرتك عن اخر تطورات حادث الاسكندريه، لو حضرتك عندك معلومات ممكن تفيدنا بيها عن هذا الحادث، وماذا عن تصريحات سياده وزير النقل دكتور هشام عرفات، ايه اخر تطورات هذا الحادث؟ يعني اخر تطورات استقطتها من وسائل الاعلام ان كان في لقاء ما بين وزير النقل والسيد رئيس الجمهوريه، وخلال هذا اللقاء يعني تداولت وسائل الاعلام ان كان ان الوزير عرض مؤشرات مبدئيه يقال فيها ان نظام التحكم المتهالك زي ما قلت لحضرتك اللي بقاله 40 سنه ما حصلش تجديد، وان هو بيعتمد على العنصر البشري انه عنصر او طرف من اطراف هذا الحادث. وطبعا انا لا اؤمن بذلك، الا ان النيابه العامه واللجان الفنيه هتفرض على الراي العام بالحقيقه المجرده، ولن يقبل الراي العام الا بالحقيقه المجرده او باقل من الحقيقه المجرده في هذا الحادث. وزي ما قلت لحضرتك هناك مسؤوليه هتكون مباشره على المخطئ او المقصر، سيتم تحويله الى المحكمه ويحاكم في هذا الاهمال او التقصير اللي يصل الى يعني المفروض زي ما نادوا بعض نواب مجلس الشعب انها تصل الى مرحله الاتهام بالقتل العام. اما فيما يخص بالمسؤوليه السياسيه فهي موجوده على الاقل على يعني عاطف من يقود هذه الهيئه، ويمكن سمعنا امبارح اذا صح هذا المعلومه ان رئيس الشركه حديد قدم استقالته والوزير قبلها. صحيح. ده اللي تداولته وسائل الاعلام. دي كانت اخر الانباء اللي سمعنا عنها كلنا، واللي تصدرت طبعا العديد من الصحف الالكترونيه وايضا الصحف اليوميه. طيب انا بشكر حضرتك جزيلا دكتور حسن المهدي استاذ النقل والمرور بجامعه عين شمس على توضيح هذا الخبر الهام. نروح معاكم مشاهدينا لخبر اخر معانا النهارده، مضاعفه كميات لحوم الاضحى بالمجمعات من الغد. يبدأ من الغد الثلاثاء تكثيف طرح لحوم الأضحى بالمجمعات الاستهلاكية وتسيير قوافل للأماكن الأكثر احتياجا في القاهرة الكبرى والمحافظات لتوفير لحوم العيد. كما قال دكتور علاء فهمي رئيس القبضة الغذائية أن زيادة الكميات المطروحة من لحوم الأضحى يرجع لمواجهة الإقبال المتزايد على شراء مع اقتراب العيد، ومواجهة زيادة أسعار اللحوم الحمراء لدى الجزارين إلى مستويات تصل إلى 140 جنيها في بعض المناطق. ننتقل معاكم لاخر خبر معانا النهارده، اللجنه القوميه تبدا بالتحضير باطلاق 2018 عاما للاعاقه. أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اجتماع لجنة السياسات العامة للإعداد لعام ذوي الإعاقة 2018 على رفع الوعي المجتمعي بقضية ذوي الإعاقة وحقوقهم داخل المجتمع من خلال تعديل القوانين والتشريعات والإسراع في إصدار القوانين، كما شددت على إحداث تقدم في كافة المجالات مع وضع أهداف واقعية وموضوعية قابلة للتنفيذ بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. نعم. النهارده معانا مجموعه من الفقرات ان شاء الله باذن الله تنال اعجاب حضراتكم. هيكون معانا النهارده فقره زراعيه حول محصول القصب وكيفيه النهوض بمحصول القصب، بما انه من المحاصيل الهامه جدا اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنه طبعا في الحصول على السكر. النهارده ضيفنا في هذه الفقره هو دكتور عبد الله الشافي رئيس قسم بحوث المحاصيل السكريه سابقا. معانا كمان فقرة مهمة ويمكن فقرة جديدة شوية عن البن الأخضر. كلنا نسمع عن البن التقليدي، البن المحمص اللي يعني بنشربه على هيئة قهوة، سواء كانت القهوة التركي أو القهوة العربية، ولكن النهاردة هنتكلم موضوع جديد، البن الأخضر وفوائده قد إيه، هو ليه فوائد مهمة جدا لجسم الإنسان، إزاي بيساعد على التخسيس. هنعرف ده من ضيفنا في هذه الفقرة هو دكتور سالم العوضي باحث ومتخصص في علم الأعشاب. معانا كمان فقرة مهمة حول حوادث النقل والطرق وكيفية التغلب عليها، ودي يمكن من أهم الفقرات اللي معانا النهاردة إن شاء الله، لأنه موضوع مهم جدا وموضوع بيلمس حادث طبعا إحنا كلنا لمسناه وعرفنا أنه هو وقع منذ عدة أيام، وحادث طبعا تصادم قطارين في الأسكندرية. ضيف هذه الفقرة هو دكتور محمود أبو الغيط دكتوراه في القانون الدولي. نطلع دلوقتي مع حضراتكم نشوف تقرير مع بعض مهم جدا، ونرجع معاكم ونبدا اولى فقراتنا الحواريه، انتظروا. محصول الذره من اهم محاصيل حبوب الغذاء الاستراتيجيه في مصر، وبيستخدم على نطاق واسع في صناعه رغيف الخبز، وبيعتبر حجر الزاويه في انتاج اللحوم الحمراء والدواجن. وبيدخل الذرة في صناعة العلاف بنسبة تصل إلى 70% ومن أهمها السلاج. بزرع الذرة وأدرسه وأكبسه وأفتح عليه بعد 45 يوم.
والله احيانا بناخد خط يعني بنزرع الاصناف اللي هي بتدينا محصول عالي، فبنزرع خط اصفر وخط ابيض على اساس يعني التهجين يعني بيدينا محصول كويس يعني. طبعا بنشتري التقاوي من مصدر موثوق منه بالارشاد الزراعي بالاداره الزراعيه في طور، وبناخد الاصناف اللي هي عاليه الجوده يعني اللي بتدينا محصول بيوفر معنا في السلاج وكده، يدينا كميه كبيره يعني في الوزن. بالرغم من استيراد مصر لنسبة كبيرة جدا من الذرة، إلا أن وزارة الزراعة بتسعى لحل هذه الفجوة من خلال عمل السلاج بنصف كمية بذور الذرة وتوفير النصف الثاني لدخوله في الجزاء والأعلاف. اتجاه الناس النهاردة اللي فرم الذرة وعمل سلاج ده محطم محصول الذرة نهائي. يعني الناس كانت بتتحمل بتزرع بتفضل تزرع رز ويتحصل منها غرامة وما تزرعش ذرة. طب النهاردة زارعين ذرة بالآلاف، فين الذرة اللي موجود؟ وبالنسبة لمحصول الذرة الشامية طبعا هو من المحاصيل الرئيسية اللي هي ذات أهمية اقتصادية كبيرة في الوقت الحالي يعني. وطبعا احنا عارفين هي التوصيات بتبدأ من ايه؟ من مرحلة الإعداد للزراعة، من حرث وتسوية وتخطيط، وبعد كده اختيار الأصناف المناسبة اللي هي هتنزرع والمعاد المناسب للزراعة. كل حزمة التوصيات دي كمان التسميد والري كل ديت حزمة التوصيات ديت احنا بنكون حريصين كجهاز إرشاد زراعي ان احنا نوصلها للمزارع وكل حاجه في وقتها يعني. الذره بيعد من المحاصيل المهمه اللي بتدخل في صناعه الغذاء للانسان وكعلف للثروه الحيوانيه والداجنه على السواء. وزاره الزراعه بتوفر سلالات عاليه الانتاجيه، واصبح الذره من السلع التعاقديه لاهميته كمحصول استراتيجي.